عملت لها دي؟ الحمد لله طول عمري. حلو جو الكحل اللي انت حطاه دي. هو انا عيني كده متكحل رباني. الله اكبر. طب ما البعد زينة. ها زين ليك انت، ان البعد عنك هيموتني. الا قولي لي، هو انت من زمان بصتك حلوه كده؟ وبعدين حبص بعيد. واه من يدك اسم الله عليك. مالها؟ حلوه قوي دبلانه من قله سلامك عليها. طب اصلحها كيف دي؟ وريني كده. اتصلحت بسي. افتح الباب يا ولد نطلع الفرس. ممنوع. ايش؟ ايش هو اللي ممنوع يا ولد؟ ممنوع اي ركوبة تطلع الا باذن سيدي شغل عرب همام. ليش؟ ما فيش ركوبة هتطلع. تفضلوا يا شيخ العرب. مرحبا مرحبا يا مشايخ العرب. مرحبا بيك يا شيخ العرب همام. يعني ما نشوفوش بعض غير في الاحزان ولا ايه؟ متجمعين في الفرح وفي كل حيجة ان شاء الله. المهم نتجمع وخلاص، فرح المهم نلمه. والله لولا المصالح ما كنا نسيبوا بعضنا بالمرة. المصالح صح، ومفيش مصلحة احسن من القرب يا شيخ يونس يا هواري. الجد واحد والاصل واحد والمشوار هو، والقلوب تدفى برؤيه الاحباب. صح. اي نعم. زين شيخ العرب بكر الهواري، امك تبقى خلت نظيمه، ابوك خدها وقعد بيها بحري ومن يوميها ما شفناكمش. عاش من سمع حسك يا شيخ العرب، والسلام امانه منها لك. الله يسلمك ويسلمك. الشيخ يونس الهواري جدك يبقى ولد عم جدي. اي نعم، ما انتوا اللي قعدتوا هنا وما تبوش تسيبوا فرشوه. وجينا جمعنا الحمد لله، جيتوا للواجب وصلينا مع بعض في بيت ربنا عشان يبقى الكلام على نور. كلام ايش يا شيخ العرب؟ بين كلامك. ما هو استنى فرقه تاني. انا الاوان يا ولد عم اننا نتجمع، كل واحد منكم يقدر يسوق بدل البلد 100 بلد. الدور دي انا عايز كلمتكم. كلمتنا؟ كلمه ايش؟ ولد عمي في جبلي ادوني كلمتهم بامر ابوي الشيخ يوسف الهواري، وانا غرضي ان هواره كلها تبقى على كلمه واحده. لمن؟ لي او لغيري، المهم تبقى على حد وحده يا شيخ يونس يا هواري. معاكم 3 ايام شاوروا روحكم. اهلا بيكم في مضايفنا، ولو اراد المولى وصار كلامكم على حد يبقى بركه يا جامع، لو لا كل واحد فيكم ركب راسه وقال يلا نفسي على كيفه، ياخذ ركوبته ويرجع بلده ويبقى كل واحد من تلاه. بس لو رقصت الدنيا رقصتي مش هتظهر نفسي ولا هتظهركم، انكم تبقوا مع الغريب، ويوم اطلع اقطع جدر الغريب اول حبل هيتقطع اللي بيني وبينكم. فكرك كلامي ليس مخلص، ربنا يعز اللي يعز نفسه. سعد وصل ولد عمك لمقاعدهم وضايفهم في الجبل وهنا بعد 3 ايام. تفضلوا على مضايفكم. روح لهم اسماعيل وخليك سياسي معهم، هلقاهم بالراحة بالتحديد، قول لهم على كيفكم
بس همام ما يسيبكمش اللي مش معاه وحده، بس يحمي رقبته وحده ويحمي أرضه وحده. ولا فيهم فايدة، طول عمرهم زي الطين الماهي، لا ينفع بنا ولا جلوس. ما عارف، يمكن دم يحن. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زرزور. نعم شيخ العرب. اعمل اللي قلت لك عليه بعد الشيخ اسماعيل ما يخلص معاهم، ورقوا بحالة كثير. حاضر. مشيع يطلعنا من بيوتنا عشان نبوسوا الايدين يا شيخ اسماعيل؟ يعني ايه نقعدوا 3 ايام يا شيخ اسماعيل؟ طب لو قلنا لا هيدير ايش فينا؟ ايده ناوي على ايش؟ كل خير. همام عاوز لكم الخير. همام جمل المحامل، واللي هيطلع من عندنا مش قليل، الالتزام كبير. الغله والقصب هتطلع بمقدار واحد، واللي قاعد هناك في القلعه هيعمل لنا حساب. همام عاوزها مصلحه مش عاوزها مريسه. لا، عاوزها مريسه وحكم رقبه. امال عايزها ايش يا شيخ اسماعيل؟ فضل كلام، مفيش اكبر مني في الدنيا هذه. عاوزينها مريسه؟ نا مستعد، غير هكدي مفيش. ومش قاعد 3 ليالي، هنجهز الخيل والجميل وحنمشي توا. مش بالمزاج يا ابو العم، الخيل والجمال دلوك دخلت حوش همام خلاص. يعني ايش؟ يعني تقعد على حيلك وما تتهورش في الحديث يا شيخ يونس. انت قادر تروح دلوك وهمام يسيبك، لكن بعدها هتقدر تقرص على حديثك لميت. ما تهددنيش، نا يونس الهواري، عندي 12 ولد ونحكم على 3000 راجل. يبقى تعقل شوية يا شيخ يونس. خلينا نجيبوا لك شبكة تنفخ فيها دخانك وتقعد تعقل ولاد عمك. همام لا حيشتريكم ولا حيتمريس عليكم، يعني كله زي ما هو، والتزامكم في الأرض زي ما هو، وانتوا برضو كبار مطارحكم، هو بس عاوز الكلمة. وهي الكلمة هينة يا شيخ اسماعيل؟ لا مش هينة، بقى كلمة واحدة تخلي القصب والغلة والذهب والسليح عند الجد ليه؟ واحنا يعني لو دخلنا حرب هو عاوز الشورى؟ فهمنا يا شيخ اسماعيل. وش معنى هو؟ كلنا كبار. هو اللي عايسد. حد فيكم يقدر يعمل اللي هيعمله هو؟ ولا يراضي بحري زيه؟ خلي الخفايف عليكم والتجيل عليه، والكلمة سهلة. يا شيخ اسماعيل، من قال ان الكلمة سهلة؟ الكلمة هي كل حاجة. همام مش هيخزلكم، وكلمتكم له أحسن من كلمتكم لواحد منكم، وأحسن من كلمتكم للغريب.